أيام قليلة وتبدأ جامعة حضرموت عامها الدراسي الجديد. يتجدد معه وككل عام الحديث عن قضية المتعاقدين لديها منذ سنوات دون تثبيت. فهذه الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها العشرات من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم هي الأحدث في ماراثون المطالبة بتصحيح أوضاعهم الوظيفية. نحن متعاقدين لمدة سنوات كثيرة، تمام، كثير من الزملاء أقدم مني بهذه الجامعة متعاقدين ولا تحمل شغال العمل بدون بعض أكثر من 8 سنوات، وطالب بحقنا بالتوظيف، صدر قرار رئيس الجمهورية أكثر من مرة ولم يطبق لحد الآن. نحن المتعاقدات بجامعة حضرموت لنا أكثر من 9 سنوات متعاقدين لدى الجامعة وصابرين على أساس التثبيت بتسوية عقودنا أسوة بباقي المؤسسات الحكومية من ناحية أن تكون العقود عبر الخدمة المدنية. السجل المتعلق بمتعاقدي جامعة حضرموت ليس بالجديد، لكن أحدث دوراته كان في إقرار الحكومة تثبيت 130 متعاقد بنظام الخفض والإضافة، وهو ما رأى المتعاقدون فيه تعارضا لما لديهم من توجيهات رئاسية. احنا مش مشكلتنا مع هذا القرار كقرار، لكن مشكلتنا انه هذا العدد يؤثر على البقية المتعاقدين اللي موجودين ويتم الاستغناء عنهم، مع العلم انه تم اصدار قرارات تثبيت متعاقدين جامعة حضرموت من 2013، وايضا اكد رئيس الجمهورية على هذا القرار في 2014، ولكن لم تتحرك هذه القرارات ولم تفعل. وليس التثبيت وحده من يفتقده المتعاقدون، المساواة التي نصت عليها قوانين العمل في البلاد تبدو هي الأخرى غائبة هنا، ولا يقتصر غياب التثبيت أو الحرمان من المساواة في الحقوق والواجبات على متعاقدي جامعة حضرموت، بل وغالبية مؤسسات ومرافق الدولة في ظل غياب التوظيف من قبل الحكومة منذ سنوات واتخاذها لقرارات منع الإحلال خصوصا في المؤسسات التعليمية الحكومية. ومع استمرار الجدل حول هذه القضية منذ سنوات دون حلول واقعية، تبقى المخاوف أن يؤثر ذلك على استقرار العملية التعليمية في أحد أهم الجامعات الحكومية في البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.